السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة رضا حاتم. لو أول مرة تشوفنا، قناتنا بتتكلم عن المشاريع المربحة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. اضغط لايك لو عجبك الفيديو، اكتب لها تعليق لو عندك أي استفسار عن فيديو النهاردة. مشروع النهاردة يا جماعة بماكينة واحدة. الماكينة اللي معانا النهاردة اسمها مكبس. المكبس ده تقدر تكبس بيه الورق أو الكرتون، الورق والكرتون أو البلاستيك أو المعدن اللي هو الكنزات. هنتكلم النهاردة في مجال واحد اللي هو كبس الورق والكرتون. احد المتابعين طلب مني ان انا اتكلم في المشروع ده، ولما بحثت عن المشروع ده لقيت ان في ناس كتير على اليوتيوب متكلمين في المشروع، بس المشكلة اللي بتبقى موجودة في كل فيديو ان هما بيقولوا معلومات غلط، وكمان الارباح اللي بيتكلموا عليها ارباح غلط. هنتكلم في فكرة عن المشروع، بعد كده الادوات اللي هتحتاجها عشان تبدأ المشروع، بعد كده هنتكلم في اسعار الماكينات واماكن بيعها، وهنتكلم في ارباح المشروع الحقيقية وتسويق المشروع. اول حاجة بالنسبة للفكرة عن المشروع، فكرة المشروع ان انت بتجيب ورق من الاماكن اللي انا هقولك عليها دلوقتي، بتجيب ورق الكرتون وبتبدأ تكبسه، وبعد ما بتكبسه بتبيعه لمصانع، مصانع الكرتون او اماكن تانية هقولك عليها دلوقتي برضو. اول حاجة بالنسبة للادوات اللي انا احتاجها عشان ابدأ في مشروع كبس الورق والكرتون، اول حاجة تدور عليها الا وهو المكان. المشروع بيحتاج مكان مساحة 100 متر. لو في مساحة اكتر من 100 متر يبقى كويس جدا، كل ما كانت المساحة اكتر كل ما كان افضل. هتحتاج مساحة ب100 متر ليه؟ عشان هتبدأ تخزن اول الكرتون اللي انت هتجيبه هيبقى بالاطنان، فالاطنان الكرتون دي بتحتاج مساحة واسعة. طبعا المكان اللي انت هتجيبه لازم يتوفر على كهرباء 380 فولت، يعني كهرباء 3 فاز، عشان المكبس اللي انت هتجيبه بيشتغل بكهرباء 3 فاز. ده اول حاجة هنحتاجها في المشروع. تاني حاجة هنحتاجها اللي هو المكبس اللي هو رأس مالنا في المشروع. المكبس ده فيه منه نوعين. لما انا اتصلت على المهندس طارق عقل، المهندس طارق عقل ده اللي هو بيبيع الماكينات، اتصلت على المهندس طارق عقل وقلت له دلوقتي انا عايز اشتغل في كبس الورق والكرتون. قال لي مكبس الورق والكرتون بيبقى له قدره خاصه مش زي المكابس التانية. قلت له فهمني اكتر. قال لي في مكبس بيبدا سعره من 35000 ل 55000 جنيه. ده بيبقى بيستخدم في ايه؟ قال لي بيستخدم في كبس البلاستيك او كبس علب الكنزات. تمام، ده المكبس الاولاني. في مكبس تاني اللي هو بيستخدم لكبس ورق الكرتون، ده بيبقى قدرة الحصان او قدرة المطلوب بتاعه 10 حصان. المكبس ده سعره كام؟ سعره بيبدأ من 75000 جنيه. عشان كل اللي موجودين على اليوتيوب بيقولوا مشروع ب 35000 جنيه، يا جماعة المكبس اللي ب 35000 جنيه ده بتاع بلاستيك وبتاع كنز. المكبس بتاع الورق بيبدأ من 75000 جنيه. اوكي، ده بالنسبة للمكابس. سعر المكابس انا قلت 75000 جنيه. بعد كده اماكن بيع المكابس دي، طبعا انا ارشح لك في اماكن كتير جدا، بس انا ارشح لك المهندس طارق عقل. المهندس طارق عقل راجل محترم جدا، اتصلت عليه ورد عليا بكل ادب وفهمني، وحتى لو انت مش هتشتري منه هو بيفهمك وبيقول لك لو عندك اي استفسار هو بيجاوب لك عليه. ده رقم تليفونه على الشاشة قدام كل اللي حابب يتصل او يستفسر منه في معلومة. بعد كده اماكن بيع المواد الخام. اماكن بيع المواد الخام في طريقتين. الطريقة الاولانية اللي انت بتروح مقالب، اعزكم الله، مقالب الزبالة، وبتجيب منها الورق الكرتون. بس المهندس طارق عقل قال لي ان اي حد دلوقتي عنده مقلب زبالة بيبقى عنده مكبس للكرتون والورق. وطبعا حضرتك لو هتلف على محلات السوبر ماركت والهايبر والكلام ده كله هتتعب جدا، ومش هتجمع الكمية اللي هتطلع لك ربح كويس. امال اجيب ورق الكرتون ده منين؟ عندك طريقة واحدة وانا بفضلها لك، اللي انت هتنزل على المصانع، على المناطق الصناعية. المناطق الصناعية اللي هي موجودة في العاشر، كل مدينة دلوقتي بيبقى فيها مناطق صناعية. بتنزل على منطقة صناعية وبتنزل، يعني انا المصنع اللي انا كنت شغال فيه كان بيطلع كل 3 ايام او 4 ايام 2 طن ورق كرتون. 2 طن ده مصنع واحد، تخيل 2 طن ده بتجيبهم من مصنع واحد. لو انت جمعت ال2 طن ده عشان تلف على المحلات ممكن تقعد لك اسبوعين عشان تجمع ال2 طن اللي انا بتكلم فيهم، لما انت ممكن تجيبهم من مصنع واحد بس. فحضرتك هتجيب المواد الخام منين؟ هتجيبها من مصانع من المناطق الصناعيه. اي مصنع بيبقى له مخلفات، المخلفات دي في منها بلاستيك وفي منها بيبقى ورق كرتون. انت بتروح تاخد الورق الكرتون الاول، بتعمل دوره كده، بتاخد لفه على المصانع وبتتفق مع الناس اللي موجودين في المصانع. بيبقى فيه هناك استاذ
استاذ بيبقى متخصص في الورق الكرتون او متخصص في مخلفات المصانع، بتتفق معاه بتقول له والله انا عايز كرتون، لقيت عنده بتاخد، ما لقيتش عنده بتتاخد رقم تليفونه عشان، او بتتصل عليه او بتقول له لو يبقى لما يبقى في موجود عرفني او اتصل عليا. اوكي، نيجي بعد كده بقى لأرباح المشروع. أرباح المشروع الحقيقية يا جماعة، دلوقتي الفيديوهات اللي على اليوتيوب بتقول إن الكيلو أنت بتشتريه لما أنت عايز تكبس الورق، بتشتري كيلو الورق الكرتون بنص جنيه، الكلام ده كله غلط، الكلام ده كله غلط كان زمان. دلوقتي أنت حضرتك بتشتري كيلو الورق الكرتون بكام؟ بداية من 180 قرش، 180 قرش سواء من مصانع أو من أي مكان، بتشتريه بداية من 180 قرش. بتبيعه بكام؟ بتبيعه ب2 جنيه و30 قرش. السعر ده ثابت؟ لا، السعر ده ماهوش ثابت يا جماعه، السعر ده السعر ده متغير، يعني ممكن تلاقي الورق الكرتون النهارده بسعر، بكره بسعر، بعده بسعر، بس الارباح هي بتبقى موجوده هي هي، يعني السعر عالي انت بتزود سعر البيع. اوكي، بعد كده يعني مكسبك في الطن كام؟ برضو الطن انت بتجيبه ب 1800 جنيه، بتبيعه بكام؟ بتبيعه ب 2300 جنيه. اوكي، يعني مفيش اي مشاكل خالص. بعد كده نيجي على الحاجه اللي بعدها اللي هي طرق التسويق. انا عايز اسوق دلوقتي، حضرتك قلت لي المكن المكبس بجيبه منين والورق بجيبه منين والارباح كذا، ابدا اسوق ازاي بقى؟ ابدا ابيع الحاجه اللي معايا ديت ازاي؟ اول حاجه برضه في طريقتين، الطريقه الاولانيه اللي حضرتك بتاخد الكرتون اللي انت كبسته ده وبتطلع على المصانع، بتاخد الكرتون وبتطلع على المصانع، مصانع تصنيع الورق، وبتدي البضاعه او بتدي المواد الخام اللي معاك اللي انت انتجتها او كبستها بتديها للمصانع الورق. طبعا هما بياخدوا المنتجات بتاعتك عشان المصانع دي بتبقى في احتياج دائم للورق، عشان بيعملوا له اعاده تدوير، عشان لو اتصنع من الاول بياخد وقت، فاعاده التدوير بتبقى اوفر لهم وكمان بتطلع لهم مكسب اكتر من تصنيع الورق من البدايه. بعد كده الطريقه الثانيه اللي انا بفضلها وهتنجز معاك في المبيعات، الطريقه الثانيه اللي هو جروب الفيسبوك. انا حاطط لك في وصف الفيديو ده تحت الفيديو، حاطط لحضرتك لينك لجروب بتاع فيسبوك. اللينك ده عليه كام؟ عليه 8000 تاجر، منهم صحاب مصانع ومنهم تجار. كل الحكايه اللي انت بتعمل بوست صغير، بتنضم للجروب وبعد كده بتعمل بوست صغير، بوست صغير بتقول الكميه اللي عند حضرتك كام، سواء ورق مكبوس او مش مكبوس، وفي خلال ثواني، انا مش بقول لك يوم، بقول لك في خلال ثواني بتلاقي تعليقات عندك كميه قد ايه، وبيقولوا لك هنشتري منك بسعر كام، وممكن بيجي ياخدوا منك من المنطقه اللي انت بتصنع فيها او المنطقه اللي انت بتكبس فيها. الكلام ده حقيقي جدا، وانا شايف بوستات لسه من شويه. نيجي بقى، في ناس بتقول ان انت ممكن، ايه الفرق بقى بين الورق المكبوس والورق اللي مش مكبوس؟ الورق المكبوس بيبقى سعره اعلى، بيبقى سعره اعلى من 200 ل 300 جنيه، الورق اللي مش مكبوس بيبقى اقل. فحضرتك انت بتجيب المكبس عشان تستفيد في كل طن 200 ل 300 جنيه من الورق المكبوس. تاني حاجه، الورق او الكرتون ده بيبقى انواع كتير، فحضرتك لما بتجيب الورق من المصانع او بتجيب ورق الكرتون من المصانع بتفنطه، الورق لوحده، ورق الجرايد لوحده، ورق الكرتون لوحده، حتى ورق الاسمنت اللي هو شكاير الاسمنت بيبقى لوحده، فكل نوع بيبقى مختلف، بيبقى له سعر معين، يعني ورق الجرايد او الورق الخام غير الورق اللي هو بتاع الكرتون. فحضرتك خد بالك من الحته دي كويس. لما الارباح كام؟ حوالي الارباح لو انت هتصنع كل يوم طن 15000 جنيه، بتبدا تخصم منهم ايه؟ بتبدا تخصم منهم حضرتك الكهرباء، وبتخصم منهم ايجار المكان اللي انت هتشتغل فيه، وبتخصم منهم المواصلات. طبعا انت هتروح تجيب الكرتون ده، ورق الكرتون من المصانع، لو انت معاك عربيه ربع نقل خاصه بيك يبقى يفضل، يبقى احسن. لو انت مش معاك بتاجر عربيه بتروح تجيب من المصنع، وكل الحكايه سهله جدا، واي حد ممكن يشتغل في المشروع. دي كان الكلام الحقيقي في المشروع ده. اشوفكم في فيديو تاني على قناه رضا حاتم، ومعلش طولت عليكم شويه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.